الخبرة والنجاح والتطور كلمات مرهونة باستمرار أي مدرب في كرة القدم، وهناك حالات قليلة حققت ذلك في الكرة المصرية، ويأتي على رأسهم حلمي طولان المدير الفني لأنبي الذي يعتبر أقدم مدرب الدوري المصري تواجداً في المسابقة الأهم بالكرة المصرية من خلال تواجده مع نادي أنبي في الموسم الثالث على التوالي. وكان الظهور الأول لطولان كمدير فني مع حرس الحدود في موسم 2003-2004 بعد تجارب عديدة مع المنتخبات الوطنية والجهاز المعاون للزمالك. الاستمرارية ليست فقط ما حققه حلمي طولان، وإنما أصبح هو عميد مدرب الدوري المصري باعتباره الأكبر سنا ومن ضمن المدربين القلائل في الدوري الذين تواجدوا بلقب كأس مصر مع الزمالك، وخاض تجارب عديدة مع عدد من أندية الدوري بداية من الحرس مرورا بالمصري البورسعيدي والمصرية للاتصالات واتحاد الشرطة وبتروجيت وطلائع الجيش والزمالك وسموحة والاتحاد السكندرية. بصمة طولان ظهرت واضحة في اكتشاف المواهب الشابة على مدار مشواره التدريبي من خلال تصعيدهم للفريق الأول بجانب منحهم فرصة المشاركة. ومن أبرز العناصر التي قدمها طولان محمد شريف هداف الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بعد تغيير مركزه من جناح لمهاجم فتألق مع الفريق البترولي، بالإضافة لتواجد عدد كبير من الشباب في تشكيلة أنبي. في النهاية مسيرة مميزة يملكها حلمي طولان جعلته واحدا من المدربين الأفضل في مصر على مدار السنوات الماضية. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. واحد الحقيقة من الكبار في هذا المجال، واحد من اللي دايما بتشرف بوجودهم معايا، أنا كده دايما بقول هو تابلو التدريب، شياكة الحقيقة ويعني أخلاقيات عالية وفنيات كبيرة والتزام. كابتن حلمي بتشرف بوجود حضرتك دايما. الله يخليك، متشكر جدا على المقدمة الجميلة دي، وأنا بسعد دايما أن أنا أكون معاك. يعني يمكن أنا مقل جدا في من خلال كورونا أن أنا بطلع في برامج، لكن لما حضرتك قلت ان انا اجي فجيت. شرف ليا يا كابتن. الله حضرتك اللي اتشرفت، مش احنا. ربنا يخليك. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. طمنا ام بي السنه دي. الحمد لله كويس تمام. احنا في مشروع احنا بنعمله الحقيقه، بدايه من المهندس اشرف بهاء الرئيس السابق للشركه والاستاذ زكريا، هم يعني ساعدوني بشكل كبير جدا ان احنا نعمل المشروع ده. وهو نتيجة للتكلفة العالية في أسعار اللاعبين في مدير فني يا كابتن قال لي مصطلح أنا هقوله لحضرتك من غير ما أقول الاسم، يعني قلت له يعني رأي حضرتك السنة دي، قال لي بص السنة دي أكنها مراكب كبيرة جدا، مراكب الثلاث أدوار دي ويخوت كبيرة جدا بتسابق كويس، ولا بمركب بمقاديف. فده المشهد اللي هو شبهولي بتحضيرة الأندية بالاختلاف، هل ده مظبوط يا كابتن فعلا؟ طبعا مظبوط جدا، وبدليل ان احنا عشان التكلفه العاليه في اسعار اللاعبين اللي اصبحنا ما نقدرش عليها، يعني بنستعين بحوالي 12 لاعب في قائمه انبي السنه دي من ابناء النادي ومن الناشئين. الحقيقه رئيس الشركه السابق المهندس اشرف بهاء والاستاذ زكريا طبعا كانوا متفقين معايا في هذا الفكر. بعد رحيلهم الاستاذ اشرف اتنقل لشركه ثانيه المهندس اشرف، وبقدم له كل التحية وكل الشكر على الجهد اللي عمله معانا السنوات الماضية. هو الأستاذ زكريا طبعا تولى المهندس محمد عبد العزيز دلوقتي رئيس شركة، ومعاه الأستاذ مصطفى الأمير رئيس النادي، ومجلس إدارة شاب على مستوى راقي جدا على مستوى عالي جدا، بيكملوا المسيرة بشكل أكتر من رائع، دعم غير محدود في حدود الإمكانيات، والحمد لله يعني الامور ماشيه بشكل جيد جدا الحقيقه. يعني ازاي يا كابتن بالوضع ده، وطبعا ام بي يعني براند موجود في الدوري المصري طبعا في وجود الكابتن حلمي طولان اسم كبير، ولكن بتقابل امكانيات كبيره، لعيبه كبيره. زمان كنت حضرتك تقول ان الكواليتي موجود في الاهلي والزمالك، اقل نادي دلوقتي في 5-6-7 لعيبه كبار. لا 5-6-7 ايه ده، في انديه فيها بال20 لعيب دلوقتي على مستوى عالي. يعني في الفيوتشر اللي طالع لسه السنه دي. لا ده فيوتشر، فاركو البنك الاهلي طبعا، بيراميدز طبعا، ايوه. يعني تخيل يعني الكوكبه دي من الانديه اللي بتصرف مصاريف باهظه في شراء لاعبين،
احنا بنقابلها بالجهد وبالعمل وبالتدريب المستمر و العملية مش بس لعيبة، لا العملية قيادة وعملية تدريبية وعملية انضباط وعملية التزام وعملية إلزام في المباريات. يمكن أنا الماتش اللي فات ده أنا لعب 5 ناشئين مثلا، يعني إزاي كابتن تاخد 5 ناشئين تقول لهم هلعبكم قدام فريق مثلا اللعيب فيه بستة وسبعة وثمانية؟ طبعا السنة اللي فاتت لعبت بيراميدز بثمان لاعبين ناشئين، وبيراميدز اتعادل معايا 1-1 فعلى ارض بيراميدز. بتبيع البيعه دي ازاي؟ بص حضرتك، اولا العمل ده اساس والتدريب ده اساس. تدريب انك توصل اللاعب ده على المستوى النفسي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى البدني انه يقدر يلعب قدام الناس الكبار دول، دي مهمه صعبه مش سهله، يعني بنبذل فيها مجهود كبير جدا جدا. يعني الحمد لله الإدارة بتساعدني جامد جدا في الاتجاه ده، يعني لأن المصروفات بقت عالية جدا، وبالتالي كان ضروري نشوف اتجاه آخر نوفر به هذه المصروفات ونقدر نكمل المسيرة بفريق زي فريق نادي إنبي ليه تاريخ كبير جدا بقاله سنوات. يعني فاتجهنا الاتجاه ده، إن الاعتماد بشكل جيد على أبناء النادي من الناشئين. إزاي تقدر تمسكهم لو تألقوا يا كابتن؟ نعم نعم انا ما سمعتش. ازاي تقدر تمسكهم لو تالقوا؟ يعني حضرتك بتجيب الشاب، لو تالق معاك في موسم قصاد المغريات دلوقتي في الدوري، الدوري صناعه كبيره، احنا اقل لاعب عندنا ماضي 5 سنين. اقل لاعب سواء ناشئ او محترف كبير فوق السن مش اقل من 5 سنين. فده احنا بنقدر نحافظ، وبالتالي اللاعب كمان لما بيلاقي كميته مع النادي ومع الفريق ومع الجهاز الفني بيبقى عند حابب ان هو يستمر، بالرغم من ان المقابل المادي مش زي بقيه الانديه الثانيه. احنا مثلا السنه دي جه عروض لكذا لعيب، اكتر من 6-7 لعيب، ودي حاجه بتبسطني يعني. ومعظمهم ناشئين، معظمهم اللي لعبوا السنه اللي فاتت واختاروا البقاء، والولاد اختاروا انهم يستمروا معانا. يعني تشتري راحتك النفسيه بالفلوس يا كابتن؟ يعني بمعنى ايه يا اسف؟ يعني معنى انا عارف دايما ان الكابتن حلمي دايما ما بيقدمش تنازلات، يعني انا استريحت في الحته دي، حتى لو هضحي، حتى لو هتجيلي حاجه بتمن اجمل مستريح. بيحصل بيحصل ولسه حاصل يعني. لكن انا اولا انا احب الاستقرار، ده نمره واحد. نمره اتنين، انا مش من النوع اللي عشان هاخد في حته تانية مبلغ اكبر حتى لو الضعف اسيب المكان اللي انا مستريح فيه وامشي. لا لا لا، انا راجل طالما مستقر، لان الماده بالنسبه لي بتيجي في المرحله الثانيه والثالثه. مهم جدا الاستقرار النفسي. خسرك فلوس ده كابتن؟ كتير كتير جدا يعني. لكن بالنسبه لي زي ما بقول لحضرتك، الماده بالنسبه لي بتيجي في المرتبه الثانيه والثالثه. لكن انا راحتي النفسيه بتساوي عندي مليارات. مش عمر الماده بالنسبه لي ما كانت دافع ان انا اسيب مكان انا مستريح فيه واروح المكان اللي هيديني اكتر، عمرها ما كانت كده. تقييم المدربين مش عادل؟ لا طبعا، تقييم احنا ما عندناش تقييم اساسا للمدربين. يعني احنا بعيدين تماما عن مسطرة التقييم الفعلي والحقيقي للمدربين. ولذلك دي مشكلة، يعني مشكلة عندنا، يعني مشكلة كبيرة يعني. وتأكد ان المدرب الجيد هو اللي بيفرض نفسه. مين سببها كابتن؟ نعم، مين سببها؟ سببها ان احنا عندنا اساسا ما فيش نظام. احنا ما عندناش نظام لكل حاجه في الرياضه بالذات. يعني ما عندكش نظام في الاختيار. عندكش تقييم علمي، تقييم على اساس علمي للمدربين خالص. الحاجات دي بتفقدنا حاجات كثيره جدا، بدليل ان انت دلوقتي بقيت تجيب مدربين من جنوب افريقيا، تجيب مدربين من تونس على حساب المدرب المصري. مش مقتنع بيها يا كابتن؟ لا طبعا. انا بس في نفس الوقت هو كل نادي حر يجيب اللي هو عايزه. صح. لكن إدارة الكرة في مصر هي السبب في ده. ان هي ما بتدعمش المدرب بشكل جيد، ما بتقيمش المدرب بشكل جيد، ما بتأهلش المدرب بشكل جيد.
انت دلوقتي ما تقدرش تطلع تشتغل في السعودية ولا الامارات لان انت الشهادات اللي انت واخدها هنا غير معترف بيها هناك. اخد بال حضرتك تخيل يعني. من وجهة نظر حضرتك ان يعني ما يخص الفرق وتعامل المدربين مع الفرق ساعات ان دايما يقولوا الكرة مش عادلة حتى مع اللعيب، الاقي لعيب كبير قاعد على الخط ولعيب كبير في الملعب، هل ليها مقاييس ولا ليها رؤية مدير فني؟ شوف حضرتك هو اي مدير فني بيبقى في امس الحاجة للعيب الجيد، واللعيب الجيد من خلال مفهومي انا هو اللي يقوم بالادوار بتاعته اللي انا بدربه عليها واللي انا بطلبها منه. ده اللعيب الجيد اللي بالنسبة لي يعني. ممكن يبقى مش موفق في مباراة لكن مش معنى كده انه هو مش جيد. ممكن يبقى مش موفق في مباراتين ثلاثة مش معنى كده انه مش جيد. طالما ملتزم بتنفيذ التعليمات وبتنفيذ ما يقوم بالتدريب عليه فده بالنسبة لي يبقى نمرة واحد. ده هو ده اللعيب الايديال بالنسبة لي، اللعيب اللي بينفذ لي اللي انا عايزه. جمهور الزمالك يمثل لك يا كابتن؟ لا، جمهور الزمالك ده على راسي من فوق. وجمهور الزمالك ده بالنسبة لنا لولا هو ما كناش احنا. بس جمهور الزمالك انه أنا جمهور الجمهور الزمالك؟ لا، الملايين. لا، هو في جماهير عظيمة عارفة تقيم البشر وتقيم أبنائها وبتحترم أبنائها، وده المعظم. هو ده قلة قليلة جدا اللي فلتانة يعني. لكن جمهور الزمالك أعظم جمهور في العالم. ده في رأيي يعني. على راسنا من فوق جمهور الزمالك. يظل الزمالك وحبك يا كابتن؟ طبعا ده ما فيش شك. ولو ان في ناس كتيره جدا بتشكك في ده وبتشكك في انتمائنا اللي من 73، واخد بال حضرتك، بتشكك في انتمائنا لنادينا وبتشكك ان احنا ناس ضد نادينا. الناس ما تعرفش ان الامانه والشرف بتتطلب ان انت طبيعي. المكان اللي انت فيه تدافع عنه طبيعي وتحبه يبقى احسن مكان. ده الاخلاق كده والدين كده وكل حاجه محترمه وكل مبدا محترم هو كده. جيل الزمالك الحالي يعمل لك سعاده فنيه؟ طبعا مفيش شك يعني. ولو ان انا حزين ان الزمالك السنه دي ما قدرش يجيب صفقات. ما هو كابتن مختلفين بقى يعني. في ناس بتقول ان الافضل ان ما كانش جابه حافظ على القوام، وفي ناس بتقول انه محتاج، وفي ناس بتقول انه مش محتاج. لا، الزمالك محتاج. الزمالك داخل بطولات كتيرة جدا وبيلعب بطولات كتيرة جدا، ويكفي اللي انت شايفه على الساحة دلوقتي في الدوري. شايف الأندية اللي صاعدة والأندية اللي معاها فلوس بتجيب لعيبة شكلها عامل ازاي، بتتعاقد مع لعيبة بكام. في ظل تواجد الأندية دي وفي ظل صعوبة البطولات الأفريقية دلوقتي، انت محتاج تيمك يبقى على الأقل 3 تيم، مش تيم واحد. محتاج تبقى 3 تيم عندك. الزمالك ما عندوش دي، وانا اخشى على الزمالك من دي انه السنه دي ما قدرش. لان برضه يعني انا من وجهه نظري الزمالك في حاجه لدعم، حاجه لدعم. مثلا هقول لك مراكز في امس الحاجه لدعم، في ظهيري الوسط في الدفاع، في امس الحاجه في دعم لدعم في وسط الملعب المهاجم، في امس الحاجه لدعم في الثلاث مراكز اللي قدام، لان البديل مهم جدا. البديل. انت حضرتك كل ده يا كابتن بتتكلم على البديل، ولكن اللي في الملعب؟ لا طبعا اللي موجودين دول تمام، بس برضو في نقص في نص الملعب المهاجم. يعني انا محتاج واحد مكان ساسي في المكان ده. هل امام امام لعيب كويس جدا ومستقبله كويس جدا، بس لسه محتاج خبرات اكتر. لكن كان ساسي شكل تاني. ساسي كان شكل تاني. محتاج حد بديل قوي للناس اللي ممكن تمشي من عندي زي بن شرقي مثلا. محتاج انا دعم في الحتة دي عشان ما يحصلش دروب. ما يحصلش دروب للتيم. انا محتاج ادعم ومحتاج ابص لقدام دايما وانا بدعم. اشوف المراكز اللي هتفضى عندي وادعمها من بدري يعني. طبعا. ده المفروض. لعبت افريقيا ب13 لعيبه يا كابتن؟ طبعا، ومن غير مهاجم. والله العظيم عدد قليل والله. لعبت افريقيا. أنا جيت البطولة كانت هتبدأ وأنا مش عارف أجيب لعيب، ما كانش فيه فلوس، مش عارف أجيب فرود، مش عارف أدعم.
واضطريت ان انا العب، كنت بلعب مثلا المهاجمين بتوع شيكابالا واحمد عيد عبد الملك اللي هم اساسا نص ملعب يعني وجناح، كنت بلعبهم في راوده. فللاسف دي كانت سنه صعبه جدا عليا في منتهى الصعوبه، وتحملتها بدون مقابل لا انا ولا اللعيبه. والله العظيم يا كابتن سيف لعيبه ما كانتش بتيجي التمرين، اتصل بيها يقولوا لي ما معناش فلوس نجيب بنزين. تخيل. فسنه كانت سنه كبيسه بشكل غير عادي. وبالرغم من كده باحتواء اللعيبه وبالتعامل الجيد معاهم قدرنا ناخد كاس مصر على الاقل. يعني كان بقاله 6-7 سنين ما دخلش النادي، فالحمد لله قدرنا. ده الموسم الافضل للزمالك من سنين يا كابتن كاسكواد؟ لا السنه دي لا ازاي بقى، 1999 ل 2002 احنا واخدين 14 بطوله يا سيف، 14 جميع انواع البطولات، واول نادي في مصر واصل لكاس العالم للانديه، واتلغت بسبب السبونسر ساعتها كان في لكورونا. ابتدينا نشوف نظريات يا كابتن في الدوري ان تثبيت الفريق يجيب نجاح، تثبيت الاداره الفنيه يجيب نجاح، تثبيت الشكل وطريقه اللعب يجيب نجاح. هو ما فيش شك يعني، هتبص بالنسبه لطريقه اللعب هتبص تلاقي الانديه الكبيره على مستوى العالم كله مثبت طريقه اللعب. صح. يعني هتلاقي ريال مدريد بيلعب بالطريقه دي على طول 4-3-3. صح. هتلاقي ليفربول بيلعب بالطريقه دي على طول، واخد بال حضرتك؟ فده دي سمات الفرق الكبيره انها بتثبت الطريقه بتاعتها، دي نمره واحد. تثبيت التشكيل مهم جدا، انك تبقى عارف ان ده اساسي وده احتياطي، ده مهم. ده في اوروبا كده يعني بيبقى معروف الراجل اللي راح اعلن يعلن قبل ما يدخل الدوري يا جماعه الفرقه ديت الاساسيين، وكل واحد يشد حيله عشان يقدر يدخل مع المجموعه دي. بيعملوا كده في اوروبا محترفين محترفين وبيديروا باحترافيه شديده جدا. فده مهم جدا، وبرضه بنشوف الكلام ده على مستوى العالم كله، دي نمره واحد. نمره اتنين، التغيير بيبقى في اضيق الحدود، بيبقى تغيير اضطراري نتيجه لاصابه لاعب، تغيير لهبوط في المستوى، هو ده التغيير، تغيير لإراحة لاعب، هي ديت راضي شويه عن التحكيم يا كابتن؟ ما بلاش بلاش والنبي، عشان انا يعني كفايه اللي حصل السنه اللي فاتت يعني كفايه اللي حصل السنه اللي فاتت، فانا مش عايز اتكلم في النقطه دي عشان ما حدش يزعل مني وما زعلش حد. تفائلوا بالخير تجدوه يا رب. اتمنى. هو انا هقول لحضرتك على حاجه، انا لا اطلب غير العدل والعداله، مش اكتر من كده. يعني انا السنه اللي فاتت انا ضاع مني مش اقل من 16 بونت، 16 نقطه كانوا يعملوني يرفعوني رفعه جامده جدا بمنتهى الامانه. واحساسي انا هقولها واجرى على الله، يعني احساسي ان كان متعمد بالنسبه لي انا كشخص. بس ما يخص قماشه الاهلي والزمالك السنه دي يا كابتن فنيا مين الافضل؟ ما هو انا هقول لحضرتك على حاجه، هناك فرق في ايه؟ ان الزمالك ما قدرش يجيب لعيبه السنه دي. صح. الاهلي قدر يجيب. صح. خد بال حضرتك، بس كواليتي ولا كوانتيتي؟ يعني كم ولا كيف؟ الاثنين. اصل الفرقتين دول الزمالك والاهلي لا مطالبين ان هم يبقى عندهم احسن لعيبه في مصر. صح. واحسن لعيبه في افريقيا. الاثنين، لانهم دول الركائز الاساسيه للكره في مصر. ودول نجوم الشباك بالنسبه لافريقيا وبالنسبه للشرق الاوسط، الزمالك والاهلي. صح. فبالتالي الزمالك، وانا بخشى عليه جدا من النقطه دي، ان ما عندوش العدد. ان ما عندوش العدد، لكن لما الزمالك بيجيب لعيبه بيجيبهم على مستوى يعني عالي. يعني الزمالك لو حط 11 كابتن في الملعب والاهلي حط 11، الفنيه الافضل لمين؟ يعني كل وقت وليه. انا هقول لحضرتك على حاجه، الزمالك بيقدم كره بشكل خاص، بشكل مختلف تماما، في حلاوه اداء، فيه شياكه في الاداء، في رقي في الاداء. الاهلي برضو نفس الحكايه، لكن الزمالك بيبقى ليه طعم مختلف، اداؤه بيبقى طعمه مختلف تماما. يعني هما دايما يعني الفتره اللي فاتت يقولوا الزمالك في حريفه اكتر، الاهلي كره جماعيه اكتر.
يعني هو بس دلوقتي الزمالك بقى برضو فيه كرة جماعية. الأهلي طبعا عنده ثلاث فرق بسم الله ما شاء الله يعني على مستوى عالي جدا طبعا. يعني أنا شايف أن تنسوش أبدا ده كابتن. طبعا طبعا ده كاس مصر طبعا كاس بأقل الإمكانيات وفي أصعب الظروف يعني الحقيقة يعني. وكان شيكابالا عامل مسابقة رائعة في كاس مصر وفي الدوري معايا بصراحة يعني ما شاء الله. الكم مهم جدا بالنسبة للفرقتين زي ما بقول لحضرتك بيشاركوا في أكتر من مسابقة فدي هتأثر في الزمالك جامد جدا. صح. النادي الأهلي ما عندوش المشكلة دي. النادي الأهلي عنده بسم الله ما شاء الله ثلاث فرق. صح. ثلاث فرق. دورت يا كابتن مكان شيكابالا ازاي؟ شيكابالا دلوقتي بتقول شيكابالا عمل شيكابالا ما يشتغلش مع اي اداره فنيه. عارف انا جبته قبل ما انزل الملعب قلت له تعالى انا نفسي اقدمك بشكل مختلف للناس. نفسي اقدمك بشكل غير اللي فات خالص. شكل مختلف فنيا وشكل مختلف سلوكيا. فقال لي انا معاك في كل حاجه. اللي انت هتؤمر بيه انا هعمله. وفعلا شيكابالا يعني الاول مره كنت اشوفه بينزل لل18 جوه ال18 يتزحلق عشان يدافع عشان يقطع الكره ويهاجم تاني. كان قمه الالتزام. اول واحد يجي التمرين واخر واحد يمشي من التمرين. قمه الالتزام في التدريب وفي الملعب. منتهى الامانه انا ما بجاملوش لكن ده حقيقي. وولد قلبه قلب طفل شيكابالا ده. اسال حضرتك انا بحبه جدا على المستوى الشخصي كمان يعني. اسال حضرتك سؤال بس لازم في رد ده. اتفضل. مين احرف شيكابالا ولا حازم امام؟ لا ده نوعين مختلفين خالص. ليه يا كابتن؟ حازم امام لعيب حريف جدا في الشك يعني حاجه برضه. حازم ده من النوعيه النوعيه اللي ما تتكررش تاني يعني بمنتهى الامانه. مين احرف يا كابتن؟ الاثنين ما اقدرش اقول مين احرف بمنتهى الامانه. لان انا اتعاملت مع الاثنين. اتعاملت مع حازم ولسه 15 سنه كان لسه جاي من نادي الصيد واخد بالك. اتعاملت معاه حاجه كنت بقى كنت لكن حضرتك عارف الاجابه الفنيه جواك. لا هو انا هقول لحضرتك على حاجه. شيكابالا شيكابالا كمان غول حاجه جامده جدا. لعيب كبير طبعا. لا 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 حاجه مهوله هو يعني. اجابه محيره. لا الاثنين على مستوى عالي جدا بس مختلفين في الشكل. مختلفين في الاداء لكن اتنين على المستوى المهاري حاجة في القمم يعني قمم. لكن ده مختلف عن ده. ده أسلوبه مختلف عن ده. لكن الاتنين بسم الله ما شاء الله يعني. حازم كان لما حازم كنت معايا في الناشئين كنت بدرب على تاكتيك معين هو يروح عامل حاجة تانية ويروح جايب جول مثلا أزعقله. واخد بالك أزعقله لأن ده مش ده اللي احنا بنتمرن عليه. لكن كنت ببقى سعيد جدا طبعا لما كان بيجيب أهداف يعني حازم يعني. اختيار يعني اختيار اكيد صعب لان الاثنين فعلا نجوم كبار والاثنين لعيبه حريفه جدا. نطلع فاصل وارجع بعد الفاصل نكمل حديثنا مع الكابتن حلمي طولان بعد الفاصل. في تيم كويس بيتعمل نادي الاتحاد واحنا بنعملين فرقه جديده بتكتيك شغالين كويس جدا. كل الفرق قريبه من بعض. كل الفرق عندها اهداف وعندها طموح ان هي توصل. عايز مصر كلها تبقى مستنيه ان شاء الله كل اسبوع ماتش لنادي فيوتشر. لو احنا عايزين يعني ننافس على كل البطولات معناه ان احنا هنحتاج كل اللعيبه دي. هنحتاجها كلها في اوقات كتير. بس انا بحب اركز على فرقتي اقول ان كل ماتش مسجل.
يعني من الموسم اللي فات ابتدى التدريب او ابتدت الادارات الفنيه في الانديه تبقى ثابته الى حد ما، وده شيء الحقيقه بيسعدني بشكل كبير، وكلمت فيه مع حضرتك. واحتمال يعني اول التغييرات بس سريعه كانت في النادي الاسماعيلي، وده ممكن لظروف تغيير اداره كمان. الحقيقه انا طبعا انا بحترم جدا ادارات النادي الاسماعيلي، وبحترم فريق النادي الاسماعيلي وجماهير النادي الاسماعيلي، لكن اللي حصل ده شيء يعني غير انساني بالمره، يعني منتهى الامانه يعني. وان يحدث مع مدرب بقيمه الكابتن طلعت بقيمته الفنيه والاخلاقيه شيء مش كويس خالص. يعني انا حزين جدا اللي حصل مع كابتن طلعت، وخصوصا ان كابتن طلعت ما اشتغلش، ده راجل يا دوب بيبدا جات له كورونا وقعد في البيت وما قادش الفريق في ماتش، ويتعمل هذا بهذا الاسلوب اللا انساني مع الكابتن طلعت، لا ده شيء يعني احزنني جدا وغير مرضي ابدا بالنسبه لي، ولا يليق بالنادي الاسماعيلي ولا يليق بالكابتن طلعت ان يتعمل معاه كده بمنتهى الامانه. يعني الراجل ما اشتغلش، وبعدين ده الدوري لسه فيه 32 ماتش، وبعدين ماتشين خسرهم النادي الاسماعيلي والراجل مش موجود، المدير الفني مش موجود، بتحاسبوا على ايه؟ طب انت جبت له ايه؟ انت دعمته بمين؟ قدمت له ايه عشان تحاسبه؟ ما هو للاسف احنا كادارات برضو الحساب بيبقى غير منطقي في اوقات كتيره جدا يا كابتن سيف. يعني واحد زي كابتن طلعت تعبان وما ما اقدش الفريق في ماتشين، والماتشين خسرهم من النادي الاسماعيلي بالسلامه ان شاء الله. يعني يا اخي طب استنى، يعني اتعامل بالجانب الانساني حتى. بالجانب الانساني، بلاش الافتراء ده. ده افتراء. ده افتراء بشكل مش حلو يعني، منتهى الامانه يعني. موسيماني افضل ولا كارثيرو؟ لا ما اقدرش اقول كده. فنيا انا ضروري اتعايش معاهم. انا اقيم ازاي؟ هل اقيمهم من خلال اداء؟ طبعا لا، انت حضرتك لعبت قصادهم. لا لا لا، انا اقيم، ما انا بقول لحضرتك انا لعبت قصادهم، بس امكانيات اللعيبه اللي عندهم ايه وامكانياتي ايه، دي نمره واحد. امكانيات اللعيبه وامكانيات حضرتك، امكانيات اللعيبه ايه هنا؟ انا بتكلم ان حضرتك لعبت قصاده، يعني شايف طريقه كل واحد، شايف مين فنيا افضل، شايف مين يدير المباراه بشكل افضل. انا راجل واقعي جدا، قبل ما احكم على المدرب ضروري احضر له على الاقل اسبوع، اشوفه بيدرب ازاي واشوف له ماتش عشان اقدر اقيم بشكل تدريب كويس. تدريب مش ماتشات يا كابتن. تدريب وبعدين ماتش، هشوف اللي بيحصل في التدريب ده بيحصل في الماتش ولا لا. انا رحت مثلا في تجربه، كنت قاعد مع فينجادا شهر في البرتغال. شهر كان هو مدرب المنتخب الاولمبي البرتغالي، وانا الدكتور عمر ربنا يديله الصحه ومسيه بالخير بعتني، لانهم كانوا خدوا هو وكارلوس كيروش كاس العالم مرتين سنه 90 و92، 90 في البرتغال و92 في السعوديه. فانا كنت ماسك منتخب الشباب، فروحت اشوف التجربه دي ايه. فقعدت مع الراجل ده شهر كامل قبل ما يروح اتلانتا. كنت بتفرج عليه، بحضر في التمرين وبنزل في التمرين معاه، باخد جزء من التمرين معاه، واشوف التمرين واشوفه بيعمل ايه، وبشوف الماتش. كان هيلاعب لاتفيا، اللي حصل في التمرين حصل في الماتش على طول. كل حاجه، كل تحرك في التمرين حصل في الماتش. هو في ادارات فنيه ممكن يا كابتن اللي يحصل في الماتش ملوش علاقه بالتمرين خالص؟ لا، مش اللي يحصل في الماتش، اللي بيحصل في الماتش ملوش علاقه بالتمرين، يبقى ده اللي بيعمله اللعيبه، وده ممكن يبقى مش المدرب. طبعا في مدربين كتير جدا بتعتمد على امكانيات اللعيبه اللي عندها بس، واخد بال حضرتك؟ وبعدين مش هنا بس، ده في اوروبا كمان. في اوروبا كمان بيعتمدوا على امكانيات اللعيبه بشكل كبير، يعني بشكل اساسي يعني. اللعيب الحريف يا كابتن تسيب له مساحه وتسيب له جزء من القرار ولا لا برضه؟ اتكلمنا في الاسئله دي كتير جدا على حضرتك بالاخص. ايوه هقول لحضرتك على حاجه، القرار ده مش بيبقى بتاعي، لكن من خلال اطار. من خلال اطار. انت بتتصرف، خد القرار بس من خلال اطار. واللعيب الجيد جدا هو اللي بياخد القرار المناسب في التوقيت المناسب. اللعيب الهاي كواليتي اللي بياخد القرار الصح في التوقيت الصح، ده الهاي كواليتي في اللعيبه يعني. لكن من خلال الاطار بتاعي اللي انا بحطه للتيم بتاعي. هو الاجهزه الفنيه يا كابتن ما لهاش اسطمبه؟ يعني
هناك مدارس، في اللي عايز مدرب عام، في اللي عايز مدير كوره، في اللي مش عايز. يعني كارتيرون مؤخرا وهو ناجح مع نادي الزمالك الحقيقه وقال انا لا عايز مدير كوره ولا مدرب عام، انا هشتغل انا لوحدي. والله دي يعني بترجع لكل مدرب يعني واحتياجاته ايه يعني. يعني طب انا مثلا ما بحبش الجهاز بتاعي بعدده كبير، لان كل ما كتر عدد الجهاز كل ما المشاكل كترت. لما يكون الجهاز ملموم اكتر، الجهاز الفني بالذات، يعني المساعدين ومدرب حراس المرمى عددهم يبقى معقول جدا، يعني لا يزيد مثلا عن 3 مساعدين ومدرب حراس مرمى. انا بالنسبه لي كده كافي جدا جدا. بيبقى معانا المحلل الاداء، بيبقى معايا الدكتور، بيبقى معايا مدير الكوره عبد الناصر محمد. انت حضرتك صنفت الثلاثه مساعدين؟ لا يعني ما هم مساعدين يعني مدربين، مدرب عام مدرب كده يعني. فانا بحب ده، احب يبقى العدد محدود وملموم، عشان لو العدد زاد بيبقى في مشاكل كتيره جدا. الاجنبي دايما لما تحط له مصري تبقى ازمه. الاجنبي ما بيثقش بشكل كبير في المصري. على فكره انا مع اوتوفيستر في اول سنه عانينا من المشكله دي. يمكن انا كنت مدير فني للنادي الاولمبي واستدعوني ان انا اجي لنادي الزمالك، وجيت وقدت الفريق في مباراه قدام القناه تقريبا، وكسبنا بشكل كويس قوي. كان معانا المحترمين جدا اشرف قاسم واحمد رمزي ودكتور ممدوح محمدي وطارق عبد العليم، دول كان الجهاز بتاعنا يعني. فكسبنا بشكل حلو وعملنا ماتش كويس قوي. بعد الماتش فوجئت بالدكتور كمال بينادي لي بيقول لي تعالى لي على الشيراتون اوضه 612، فاكرها لغايه دلوقتي. والله دخلت لقيت اوتوفيستر قاعد. طب انت جبتني ليه؟ انا مش عشان اوتوفيستر. اوتوفيستر فهم ان انا زعلان عشان هو جه، لا زعلان عشان الموقف وعشان الوعد. بس فحصلت مشكله مع اوتوفيستر قبل ماتش الاهلي، وجاي قبل ماتش الاهلي بيوم ولا يومين، بيوم، والمفروض كنا في الاسماعيليه معسكرين. ف انا مشيت، قلت لكمال درويش انا مش هكمل، انا خلاص كده. لقيت ان الولاد جايين لي، وجايب اشرف قاسم ورمزي، وجايين لي تحت البيت ورايحين المعسكر وبتاع، ورحت يعني نزلت معاهم وهم كلموني الاداره وكده، فنزلت. فاوتوفيستر لما عرف ان انا مشيت افتكر ان انا مشيت عشانه، مع ان عكس خالص. انا ماشي عشان كان في وعد بحاجه وما اتعملتش، مش اكتر من كده. تشكيله الزمالك قدام الاهلي تتوقع حضرتك مين التشكيله الافضل؟ الزمالك هو طبعا تشكيله معروف يعني. في اعتقادي انه لن يتغير عن التشكيل اللي لعب معايا بيه خالص، اللي هو جبل، المسلوسي، محمود علاء، الونش، فتوح اعتقد، طارق حامد، وامام، واوباما، وزيزو، وبن شرقي في الجنب الشمال، والفيرود اللي هو التونسي ده، الجزيري. عمر ولا الجزيري افضل كابتن؟ عمر ولا الجزيري؟ يمكن عمر حركته أسهل. الجزيري حركته أسهل. حركته يعني أسرع سنة من عمر. لكن عمر بضربات الرأس وتكوينه الجسماني مهم جدا في الكرات العرضية، في فرقة بتعتمد على الكرات العرضية. لا عمر مهم. رأي حضرتك ايه في صفقتين الاهلي جداد، ميكسوني وبرستاو؟ الحقيقة انا للأسف انا الاولاني لعب ضدي في الكاس. لعيب كويس، لعيب سريع، ولعيب دريبلر كويس. التاني ما انا ما شفتوش لغايه دلوقتي، لان ما اتفرجتش على ماتش الاهلي. تاو ده انا ما شفتوش لسه يعني. لكن الاولاني ده لعيب كويس، سريع، دريبلر، رجله مظبوطه، ثرو باس بتاعه مظبوط، لعيب كويس يعني. كهربا امتى يرجع تشكيله الاهلي من وجهه نظر حضرتك؟ كهربا طبعا عنده دلوقتي الاجانب، والراجل بيفضل ان هو يلعب بالاجانب. بس اللي انا مستغرب له جدا محمد شريف. محمد شريف ده مهاجم من طراز فريد. محمد شريف ده حاجه يعني محترمه جدا، مهاجم محترم. مستغرب ان هو يقعد. طبعا دي حاجه بتاعت
مدرب، لكن انا كمدرب يكون عندي حاجه بالامكانيات دي، لعيب بالامكانيات دي والمواصفات دي والسرعه دي والقدره التهديفيه العاليه دي واقعده. يعني حضرتك شايف ان الشريف ما يقعدش؟ انا شايف كده من وجهه نظري. وكهربا يقدر يخش ولا صعب؟ كهربا يقدر، كهربا امكانياته عاليه جدا. محتاج جهد اكتر، محتاج مثابره اكتر، محتاج يقرص على نفسه شويه عشان يقدر ياخد مكان يعني. شرفتنا كابتن حلمي، وبتشرف بوجود حضرتك، وبشكرك دايما لما تكون معايا، وبسعد جدا بلقاء حضرتك دايما. شكرا جدا، ربنا يخليك ليا وتحت امرك في اي وقت. ربنا يشكرك كابتن، شكرا جزيلا. شكرا حبيبي. خلصت الحقيقه، واستمتعت جدا 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 مع كابتن حلمي طولان، زي ما قلت كده يتبلو التدريب في مصر، واحد الحقيقه من نجوم التدريب في مصر، بشكره شكرا جزيلا، بتمنى له كل التوفيق ان شاء الله باذن الله في القادم. مباراه بعد الفاصل ما بين الفنيات والارقام، كابتن وليد صلاح الدين في مواجهه نجيب ويماني بعد الفاصل.